عبر الهاتف لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد أرحب بك على شاشة إكس نيوز في القاهرة. بداية يعني بالطبع الكثير يريد معرفة أعراض هذا المتحور وحدود الاختلاف بين هذا المتحور وما سبقه من متحورات. دكتور فؤاد. نعم مساء الخير للجميع. احنا زي ما ذكرنا سابقا انه حسب توقعاتي انه سلالة دلتا هي اخر سلالة مهمة اللي سوف تكون في العالم. سلالة دلتا لها طفرات ازيد من 13، قبل شهرين كانوا 13 طفرة، هسه صاروا تقريبا 17 طفرة. في طفرات جديدة، الطفرة الجديدة في السلالة دلتا إلها ثلاث صفات، أو تكون أكثر خطورة بالنسبة للأعراض، أو أن تكون أكثر سرعة بالانتشار، أو لا تكون لها صفة مهمة، عشان هيك فيش يعني إلها انتباه. بالنسبة لآخر طفرتين وخصوصا الطفرة اللي ذكرتوها اللي هو AY2.4، نعم تقريبا سريعة 10%، بس حسب خبرتنا وحسب خبرتي بعلوم الفيروس والبكتيريا سريع الوقت اليوم إن نقول أسرع بقوة بالانتشار، لأنه بدت من قليل. عشان نثبت إنه هي أسرع بانتشار لازم على أقل شيء من شهرين. طيب. شهرين ونص نشوف ونعمل فرق بين الإحصائيات. طيب. اللي دكتور فؤاد عنها. يعني ربما هناك تساؤلات من البعض، مخاوف من البعض مع ظهور هذه المتحورات. الكثير من الأطباء كانوا يتحدثون عن حملة التلقيح وأن التلقيح هو الذي يقي من فكرة وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا أو متحورات جديدة من فيروس كورونا. ربما علميا هناك إجابة على هذا السؤال دكتور فؤاد، مع التوسع في حملة التلقيح لماذا نشاهد تحورات جديدة لسلالات بالفعل متواجدة لفيروس كورونا؟ نعم، هاي النقطة الحساسة والمهمة وإحنا نذكرها يوميا من بداية حملة التطعيم. بنشوف إيطاليا أزيد من 82% تم تطعيمهم، تراجع كبير بالنسبة للإحصائيات، بالنسبة لضغط المستشفيات، بالنسبة لضغط غرف الإنعاش، بالنسبة للحالات الخطيرة. وصلنا 99% للموجودين في المستشفيات بدون تطعيم. نذكر روسيا وبريطانيا. روسيا في عندها هي الطفرة لسببين مهمات. أول شيء بطء حملة التطعيم، لأن روسيا فكرت تبيع اللقاح للدول الثانية بس ما عملتش تطعيم لسكان روسيا. نقطة أولى. نقطة ثانية، كل الإجراءات اللي عملتها روسيا داخل روسيا لم تكن كلها صحيحة وبالطريقة الطبية والصحية. نفس الإشي بريطانيا. بريطانيا من بداية الوباء كان عندها أزيد دولة عملت أغلاط كبيرة بالنسبة للإجراءات. إيطاليا غلطت في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، تعلمت من الدرس. نعم. وصارت تعمل إجراءات أول إشي من ناحية طبية وصحية وبعدين من ناحية اقتصادية. بريطانيا وروسيا كانوا أول إشي من الناحية اقتصادية وسياسية وبعدين من ناحية طبية، وعشان هيك كان. طيب. دكتور فؤاد، بما أن ربما إيطاليا كانت من أولى الدول التي تضررت منذ بداية هذه الجائحة، يمكن إيطاليا كان لها خطوات سابقة، كانت إيطاليا تتحمل ربما ما يستجد حول هذا الفيروس، هي من أولى الدول الأوروبية والعالمية بشكل أو بآخر. الاستعداد، سؤالي لحضرتك هنا متعلق بالاستعداد دكتور فؤاد، في إيطاليا حالة تم ظهور أي حالة من هذا المتحور الجديد المتعلق ب دلتا وفيروس كورونا بالفعل؟ لا، يعني هذا إثبات إنه لما الدولة فيها موجة التطعيم متقدمة كثير، نسبة السلالات
أو نسبة الطفرات اللي داخل السلالات الخطيرة تقل بكثير. عشان هيك في إيطاليا فيش عندنا طفرات داخل سلالة دلتا خطيرة. في نفس الوقت إيطاليا الدولة الوحيدة اللي قررت من الدول الأولى بالنسبة للجواز المرور الأخضر بالنسبة للعمال أو العاملين في المؤسسات الحكومية والخصوصية، وهذا جعل تقريبا ارتفاع 15% من نسبة التطعيم في آخر 20 يوم. عشان هيك حسب رأيي القاعدة بسيطة، كل ما نعمل تطعيم، كل ما نعمل وقايات أو إجراءات صحيحة من ناحية طبية وصحية، كل ما كان احتمال تكوين طفرات داخل سلالة دلتا خطيرة أو سريعة بالانتشار. لأنه هاي السلالة الأخيرة، الطفرة الأخيرة هي 10% قوتها أزيد من الطفرات اللي صارت داخل سلالة دلتا. لأنه سلالة دلتا دكتور فؤاد، سؤالي الأخير لحضرتك متعلق بالطفرات دي، هل هذه الطفرات، وبرضو يمكن سؤال بشكل علمي أكتر دكتور فؤاد، هل تتفق أو مدى فعالية اللقاحات مع هذه المتغيرات والطفرات التي تحدث في السلالات المختلفة لكورونا؟ أنا حسب رأيي اللقاحات حسب الإحصائيات عالميا، لأنه متابعين يوميا الإحصائيات العالمية، كل اللقاحات كل التطعيم له رد فعل إيجابي جيد ضد الفيروس وضد سلالات الفيروس بنسبة تختلف من لقاح للقاح. في عنا 17 لقاح في العالم، في عنا 55 سلالة، 18 سلالة اللي نتكلم عنها بكثير. بس اليوم الإشي المتأكدين منه حسب الإحصائيات عالميا وإيطاليا وأوروبيا وعربيا وأفريقيا، إنه اللقاح بودا الشخص يصاب بعد التطعيم في احتمال 97% إنه ما يروحش على غرف الإنعاش، 95% ما يروحش على المستشفى. يعني أقدر أفهم من كلام حضرتك نهائيا دكتور فؤاد أن تبقى كلمة السر وتبقى الإجابة دائما في التلقيح وحملة التطعيم الموسعة. على كل حال دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.